الحضور الكريم، لقد كان إصدار هذا الكتاب هو حصاد لجهد عظيم قامت به الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا واللجنة المنبثقة عنها، والتي وقع اختيارها للأحكام المعدة للترجمة من بين سائر الأحكام الصادرة، وذلك على مدار 50 عاماً، ثم اختصارها بعد ذلك على نحو يمكن من تيسير ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. وقد انتهجت المحكمة الدستورية العليا في ذلك معايير شديدة الدقة، وربما في تسليط الضوء على هذا الجهد ما يكشف عن قيمة هذا العمل العظيم وما قامت به الجمعية العمومية للمحكمة في هذا المجال. الآن يلقي المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأحد أعضاء اللجنة المنبثقة عن الجمعية العامة للمحكمة، كلمة تعريفية يعرض فيها معايير اختيار الأحكام 50 موضوع الكتاب وما قامت به من جهد كبير في تيسير ترجمتها، فليتفضل سيادته. معالي المستشار الكبير عبد الوهاب بي عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق. معالي المستشار عمر مروان، وزير العدل. معالي المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة. سعادة الأستاذ الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة. سعادة المستشارين رؤساء الهيئات القضائية ونواب رئيس المحكمة الدستورية ورؤساء هيئة المفوضين وأعضائها. الحضور الكريم، نرحب بكم جميعاً في هذا الحفل المهيب الذي تعلن فيه المحكمة الدستورية العليا عن إطلاق كتابها مختارات من أحكام المحكمة الدستورية العليا في 50 عاماً. هذا الكتاب الذي يتضمن خلاصة أحكامها وعصارة مبادئها الدستورية خلال مسيرتها القضائية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. ولقد كان هذا العمل الكبير هو نتاج بحث دؤوب قامت به الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا واللجنة المنبثقة منها خلال 2 كاملتين، انتخبت فيها عدد 50 حكماً من عصارة أحكامها لتقدمها باللغة الإنجليزية. وهذه الأحكام قد صدرت متتابعة خلال 50 سنة من سنوات عملها، وهكذا كان انتخاب 50 حكم منها يقتضي من اللجنة القائمة على هذه المهمة الشاقة الاطلاع على سائر هذه الأحكام للوقوف على الأحكام الأولى بالاختيار، سواء لكون موضوعها له من الأهمية الموضوعية ما يبرر إيراده، أو لكون المحكمة قد استحدثت فيها مبدأً جديداً يستحق التأكيد عليه. ولقد خلصت اللجنة من بعد مطالعة معمقة مع الجمعية العامة للمحكمة إلى تقديم مختصر من الأحكام المنتخبة، مراعية في ذلك أن يكون اختصاراً غير مخل، يقدم للقارئ ملخصاً لأحداث الدعوى المعروضة وما خلصت إليه المحكمة من قضاء فيها. وأخيراً المبدأ الدستوري الذي استندت إليه المحكمة. ولهذا فقد حرصت اللجنة على إيراد الأصل العربي المختصر الذي جرت الترجمة إلى اللغة الإنجليزية استناداً إليه بعد الانتهاء من عرض ترجمة سائر الأحكام إلى اللغة الإنجليزية، ليكون متاحاً للقارئ الاطلاع على المختصرات وترجمتها جنباً إلى جنب. ولقد عنيت اللجنة كذلك عند اختيارها للأحكام 50 أن تكون ممثلةً لكل حقبة من حقب عمل المحكمة. وهكذا فقد تخيرت اللجنة مجموعة من أحكام المحكمة التي من أحكام المحكمة العليا التي عملت خلال الفترة من 1969 إلى 1979، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي
بدأت من 1979 وحتى الآن، وروعي في الأحكام المختارة من أحكام المحكمة الأخيرة، وهي الفترة الأطول، أن تتضمن مختاراتها أحكاماً صدرت في سائر سنوات عمل المحكمة ما أمكن، وهكذا، فلا تكاد تخلو سنة قضائية من حكم صدر فيها. ولقد انتهجت اللجنة نهجاً في تبويب هذه الأحكام لا يستند إلى تاريخ صدورها ولا إلى التصنيف الموضوعي للموضوعات المطروحة فيها، وإنما عمدت في ذلك إلى التصنيف العلمي الذي انتهجه الدستور في أبوابه وفصوله ليكون معياراً يكشف عن رؤية المحكمة في فهم أحكام الدستور، ويتيح للقارئ أن يقف على قضاء المحكمة في كل فصل من فصول الدستور. وهكذا، فقد تم تقسيم هذه الأحكام على النحو الآتي: ديباجة الدستور، وعرضت فيها الأحكام التي تتناول ضمانات وضع الدستور. وفي الباب الأول من الدستور المعنون بالدولة اختارت اللجنة منها الأحكام المتعلقة باكتساب الجنسية والقواعد الحاكمة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ شرائع المصريين غير المسلمين في مجال أحوالهم الشخصية. وأخيراً، قضاء المحكمة في مبدأ الفصل بين السلطات. ثم عرضت اللجنة للأحكام المختارة كأمثلة لتفعيل مضمون الحقوق الاجتماعية التي أوجب الدستور حمايتها في الباب الثاني منه، والمعنون المقومات الأساسية للمجتمع. وقد وقع اختيار اللجنة على الأحكام المتعلقة بالحق في المعاش، والحق في حماية البيئة النظيفة، والحق في التعليم، وضمانات حماية الأسرة في الدستور، وكيفية دعم المحكمة لحقوق العمال، وما أوجبه الدستور من تكريم لشهداء الوطن. كما اختارت اللجنة من الأحكام التي قامت على تفعيل الباب الثالث من الدستور المعنون بالمقومات الاقتصادية للمجتمع، فقدمت صوراً للحماية الدستورية التي اعتمدتها أحكام المحكمة في مجالات حماية الاستثمار وضوابط امتداد عقد الإيجار والقيود المقررة على سلطة الدولة في فرض الحراسة وحدود الحماية الدستورية للحق في الملكية الخاصة وضمان الحق في الإرث والقيود المفروضة على المشرع في اختيار النظام الضريبي الذي ينتهجه. كذلك، فقد اصطفت اللجنة الأحكام التي تعد تطبيقاً للباب الثالث من الدستور المعنون بالحقوق والحريات والواجبات العامة، فعرضت للأحكام المتعلقة بضمانات الحق في الاقتراع وضوابط حرية الرأي والحق في التعبير والحق في إصدار الصحف والحق في الاجتماع والحق في تكوين الجمعيات الأهلية. وفي الباب الرابع من الدستور المعنون سيادة القانون، تخيرت اللجنة الأحكام المعضدة للضمانات الدستورية في هذا المجال، فاستظهرت مضمون قاعدة الأصل في الإنسان البراءة وما تطلبه ذلك من عدم جواز افتراض المشرع ثبوت الجريمة في حق المتهم أو إقالة النيابة العامة من واجب إثبات أركان الجريمة في مواجهة المتهم. ثم عرجت اللجنة على الأحكام المفاعلة لقاعدة ألا عقوبة بغير حكم قضائي، مستعرضة الأحكام التي قضت بعدم دستورية نصوص عقابية أجازت العقاب بغير حكم قضائي يضمن للمتهم سائر ضمانات الدفاع. واستظهرت الأحكام التي عضدت ضمانات التجريم والضمانات الدستورية المقررة للمسجونين، ولم يفت اللجنة الوقوف على الأحكام التي تعرضت لمضمون الحق في التقاضي وضوابطه وقواعد المحاكمة المنصفة. وفي الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم في الدولة، عرضت اللجنة بعضاً من الأحكام التي طبقت نظرية الانحراف التشريعي وحدود سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات،
وإلى سلطة الدولة في إصدار تشريعات حال عدم انعقاد البرلمان. وأخيراً وليس آخراً، عرضت اللجنة بعضاً من الأحكام التي تضع الضوابط الدستورية لرقابة المحكمة على دستورية القوانين والتزامها عند استنباط الحكم الدستوري بالقراءة المتكاملة لنصوص الدستور كافة وللآثار المترتبة على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، مبينة أن الأصل في ذلك هو الأثر الرجعي لأحكامها بعدم الدستورية بإعدام النص المقضي بعدم دستوريته منذ يوم صدوره، مع مراعاة سلطة المحكمة في تحديد تاريخ مباشر لإنفاذ أثر حكمها، سواء لأسباب قانونية أو تقديرية بقصد تجنب الأضرار المترتبة على تطبيق أحكامها بأثر الرجعي. وأخيراً، سلطة المحكمة في إرجاء أثر حكمها إلى أجل لاحق على نشره استجابة لضرورة اجتماعية أو اقتصادية تتطلب ذلك. وختاماً، فإن المحكمة تؤكد على أن هذه الخطوة هي أول خطوة في سلم التواصل العلمي بين المحكمة وسائر المحاكم العالمية، تقدم بها إلى سائر علماء القانون الدستوري والمشتغلين به في شتى فروعه لبنة في البناء العالمي المستهدف توطيد حقوق الإنسان ودعائم الشرعية الدستورية، وتؤكد على عزمها على تقديم إصدارات أخرى بسائر اللغات الحية تحقيقاً لهذا التواصل العلمي المنشود. والسلام عليكم ورحمة الله.